السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نديرو حوصلة الفصل الثاني ونديرو مثال تطبيقي، مش مثال يعني تطبيقي، وانا مثال نحلو فيه، ناخذ فيه جميع المراحل، مراحل الحل الأساسية واللي هي راح تتعاود في الفصل الرابع بشكل كثير. أول قبل كل شيء نذكر المراحل العادية لما تكون عندي مشكلة problem par exemple. راح تمر من خلال الشكل المشكلة أو التمرين الكايت شارج، راح نتحصل اول على شيء على طابلو دفيريتي، لازم نحصل على طابلو دفيريتي. بعد طابلو دفيريتي نستخرج طابلو كارنو. بعد طابلو كارنو نستخرج ليزيكواسيون المعادلات سامبليفي. les équations simplifiées. ومن بعد الرابعة المرحلة الرابعة اللي هي الأورغانيغرام. أورغانيغرام لوجيك. الأورغانيغرام لوجيك. أو الشيما لوجيك. يعني لازم تقيدوا هاد الأربع مراحل. من الإشكالية نستخرج طابلو دفيريتي، من طابلو دفيريتي طابلو كارنو، من طابلو كارنو من معادلات مختزلة، من معادلات مختزلة نرسم الدارات تاعي. أحيانا ما يكون عندي طابلو دفيريتي، ما نحتاج باش نخرجو يكون عندي، معلش، لكن الحالة العامة هذه تمر على أربع مراحل: طابلو دفيريتي، طابلو كارنو، ليزيكواسيو سامبليفي، الأورغانيغرام، الشيما. اليوم ليكزومبل اللي نحتاجو أنا اللي راح نحلوه هو كيف يكون عندي قيم في الديسيمال مثلا بينار اللي هي صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة في البينار. حبيت نرسم دارة بحيث هذه الدارة تظهر الأرقام، يعني لما نبعث الصفر يتكتب صفر في لافشور سات سيجمون. طبعا ليكزومبل هو على خاص ب لافشور سات سيجمون. لافشور سات سيجمون، لافشور سات سيجمون شنو هو؟ عبارة عن هذا المثال اللي راه أمامي، شوفوا هنا يا المثال، شوفوا مليح، هذا هو لافشور سات سيجمون. في الواقع يظهر بهذا الشكل، شوفوا هنا يا. هذا في الواقع يظهر كما هكا. لو تلاحظوا هنا الأرجل، راح عندي أرجل هنا يا خمسة والفوق خمسة، يعني عشرة، أرجل. شو هنا تشوفوا؟ شوفوا لافشور سات سيجمون، علاه اسمهم سات سيجمون؟ لأنه هنا عندي سات سيجمون، عندي واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، زائد الفاصلة النقطة، يعني سات سيجمون، هذه سيجمون، إذا عندي سات سيجمون يسموها لافشور سات سيجمون، هنا في الحالة عندي ومعها النقطة اللي هي ثمانية، يعني كل سيجمون هذه هي ليد، عبارة عن ديود، يعني ديود ليمينيز. كل سيجمون من هذه راح يخرج منها سلك،
التالي عندي هنا ثمن أرجل، ثمن وي فايل يعني ثمن سلوك خارجين، زائد ماس لاتير، زائد أليمونتاسيو، يعدو 10، اللي هي هنا شفتوها 10 هنايا، وعندي 1 2 3 4 5 والفوق 5. طبعا أصل نزيدو نشوفو هنا، هي أصلها وين؟ هذه أصلها لداخل، في كل سيجمو كاين ديود، ديود يجمعو كامل الماس منها، الماس كامل يجمعوه، والاليمونتاسيو تجي من كل واحد تجي لاليمونتاسيو تاعو باش يرجع. هنا عندنا هاومين هنا مرقمين 1 2 3 حتى الخمسة، 6 7 8 9 10. الأرقام هذون 1 2 3 4 5 7 8 9 10 هما نفسهم، هما الأرقام عطينا هنا بالحروف، بالحروف لأنه كان قبل هاك شفتو هنايا دايرينهم حروف أ بي سي دي أو إف جي. إذا هذا الأو، الواحد هو الأو، كاتود هو الدي، الأنود السي، البوان الأ، البي الأ، وهذا الانود اتود كاتود هما تاع الالمونتاسيون، والاف والجي يعني كي نحسبوهم نلقاو ا بي سي دي او اف جي، والنقطه، النقطه هي دي بي. الان راح نشوفوا حاجه واحده اخرى هنا في الورقه. مثلا اذا فرضنا هذا هما لاف شورت سيت سيغمو، هذا هو كي نحب نشعل صفر، هذه A B C D E F G، كي نحب الصفر يشعل، الصفر هو هذا، وش معناها؟ معناها تشعل، تشعل A والB والC والD والE والF والG طافي، صافي هادو نعود 1 1 1 1 وهذا يعود 0. الان راح نكتب انا جدول، جدول فيه ثمن اعمدة، 2 3 4 5 6 7 8. نحاول نديرو اسطول هاكا شوية رخيخة باش يكون تظهر من بعد، يكون منظم جدول. اذا الصفر في البينار هو 4 0، هنا في الديسيمال هو 0. الصفر هنا واش تقابل؟ طبعا انا راح ندير A A B C D E F G H، H هو البوان، H هو البوان. كي نحب نشعل صفر، ال A تسعل تعود 1، B 1، C 1، D 1، E 1، G 1، ال F 1، و G 0، والاش طبعا دايم صفر، ما نشوفهاش صفر، الاش توجور زيرو، الاش توجور يالا زيرو. هنا بالنسبة للصفر عندي الجي يالا زيرو، وبقية الحروف هذون يساوي 1 1 1 1، يعني هذا القيمة تعود 1 1 1 1 راح يخرج في لافشور سيت سيغمو، يخرج هنا الصفر. الواحد كيفاه نكتبوه؟ الواحد راح تكتب كيما هاك، معناها بي سي شاعلين والاخرى طافيين، هذا هو الواحد، البي سي والباقية زيرو. حبيت شعل اثنين، طبعا هنايا
حبيت تشعل اثنين، اثنين راح تخرج هاك. معناها سي اف ايه سي اف ايجالا زيرو والباقي ان. سي اف ايجالا زيرو والباقي ان. حبيت تشعل تروا تروا واش معناها؟ معناها اف او اف او طافين، اف او والباقي واحد. حبيت تشعل كاتر تروا هادي كاتر هاي وين صافي. الأ الأ بي سي دي أو إف جي عندي أ دي أو، أ دي أو إيكالا زيرو، أ دي أو والباقي واحد. سانك بي أو، بي أو طافين، بي أو طافين، ب او طافين والباقي شاعلين فيهم واحد واحد. سيس سيس كاين نكتبوها كيما هاك، نكتبوها بهذا الشكل. واحيانا هذه يفرضوها بي وكان نعود الكونتاج يعني الحساب في الهيكسا ديسيمال، هذه هي تعود البي. ما احنا نفرقوها نرجعوها سيس كيما هاك، نديرو هذه هي السيس. السيس هنا واش معناها؟ معناها البي طافية والباقي كامل شعل. سات سات نفرضها كيما هاك صافي، أ بي سي شعلين، أ بي سي أ بي سي والباقي طافي. ثمانية ثمانية معناها كامل واحد، باينة ثمانية كامل واحد. وتسعة هذه ثمانية نشعلوها، وتسعة نفرضها نفرضوها هاك، نحب نفرضوها هاك ولا نفرضوها كيما سيس معكوسة. إذا فرضناها كي سيس معكوسة راح تعود هذه الأو طافية، الأو طافية صافي، الأو إيكالا زيرو والباقي واحد 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 واحد. هذه المرحلة الأولى. اعتمادا على هذا الجدول وش راح نخرجه؟ هذا يسموه هذا جدول الحقيقة، طابلو دو فيريتي. من جدول الحقيقة هذا طابلو دو فيريتي راح نخرج قدها معادلة، نخرج معادلة الأ، معادلة البي، معادلة السي، معادلة الدي، معادلة الأو، معادلة الإف، معادلة الجي. الأش هاي تساوي صفر يعني ما نشوفهاش. كي نخرج معادلات هذون كامل المتغيرات هذون نرسم هذه المعادلات، كي نرسم هذه المعادلات تعود الشكل تاعي الشيما تاعي هذيك هي اللي على اساسها كي نبعث صفر 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 في المداخل هذون درك نفرضوهم نفرضوهم هذوك بالمسكي نفرضوهم اكس خير اكس ايغريك زد تي لي زونتري تاعو نفرضوهم هما اكس ايغريك زد تي اللي هما هادو. الان نروحوا للمرحله الثانيه بعد ما عندي طابلو دو فيريتي اللي هو المرحله الاولى هذه، نروح طابلو دو كارنو تاع كل واحده من هذو. ندير هنا ا يعني المعادله نتاع ا، ندير طابلو دو كارنو تاعها. هنا عندي شحال متغير في لونتري، عندي اكس ايغريك زد تي منها اربعه، اكس إيغريك زد تي صفر 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 واحد 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 صفر 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 واحد من بعد نعمر القيم تاع الأ هذه هذون نعمر صافي. شوفوا عندي واحد صفر واحد واحد كنت شفاو الترتيب كيف قلت لكم، واحد صفر
واحد واحد مش كيما هاك. علاه؟ لانه هنا عندي صفر واحد اثنين ثلاثة، هي صفر واحد اثنين، هاي اثنين اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، بعد نهبط هنا ثمانية تسعة عشر حداش، بعد اثناش ثلاثة اربعتاش خمستاش. اذا واحد صفر واحد واحد، ومن بعد صفر واحد واحد واحد، صفر واحد واحد واحد، صفر واحد واحد واحد، ومن بعد واحد 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 واحد. تلاحظوا هناك ضغط، هذا راني شكون راني حاب نخدم من اجل كونتور ديسيمال من صفر لتسعة. هنا هو الطابلو كذا، القيم تاعي تاع طابلو فيريتي كذا. هنا كون تشفاو قرينا الحالة المثالية تاع الفونكسيون ولا طابلو دو كارنو انكومبلي، لا فونكسيون انكومبليت اللي هي تعود غير كاملة، غير كاملة. واش قلنا؟ قلنا الحالات اللي باقية هنا واش نديروها؟ نفرضها اكس، كي نفرضها اكس واش معناها؟ معناها هنا تساعدني بالواحد نديرها واحد، تساعدني بالصفر نديرها صفر. اذا راح نديرو المجموعة تاعي. لاحظوا مليحة، هذه المجموعة الأولى، هذه المجموعة الأولى يبان فيها أربع وحدات، وهذه المجموعة الثانية فيها ثانية ربعة. هنا راني فرضتهم كاع واحد واحد، واش تبقى لي؟ تبقى لي هذا الواحد، إذا ديته مع هذا مجموعة تاع زوج، يعني نقدر نديه مجموعة تاع أربعة أحسن، لأننا يعني ماذا بينا قلنا كل مجموعة يكون فيها أكبر عدد ممكن من الوحدات. يسألني طالب يقول لي شيخ علاه ما نزيدش هذون زوج ندير فيها ستة؟ نقول له احنا المجموعة لازم العدد الوحدات اللي موجودين في المجموعة يكونوا من الشكل اثنين أس، يعني إما واحد واحد فريد موجود واحد، إما زوج واحد اثنين دو أن، إما كاتر أربعة أن، إما ويت ثمانية أن، ولا ساز، ولا طرون دو، ولا سوسونت كات، يعني من الشكل اثنين أس. بالتالي ما نقدرش ندي ستة، ستة لأنها ما عنديش كيفاه تساوي اثنين أس، واش ما عنديش. على هذيك راح ناخذ ربعة، يبقى لي هذا الواحد نديه مع الزوايا. شوفوا مليح، نديه مع الزوايا. علاه مع الزوايا؟ باسكو هذا الكولون هذا راهو مجاور لهذا الكولون، وهذا لالين مجاور مع هذا لالين، وبالتالي نقدر ندي هذون زوج منا مع بعض، ونقدر ندي هذون زوج منا مع بعض. الآن نكتب المعادلة أ وشحال تساوي. نبدأ بالمجموعة هذه، نبدأ بالمجموعة هذه اللي فيها ربعة منا، مادام خذيت جميع الأسطر اللي هو سطر هذا وسطر هذا وسطر هذا وسطر، معناها هنايا إكس وإكراك تبدلوا، بدلوا القيم تاعهم، وبالتالي ماهيش راح تظهر إكس وإكراك. نشوف بالنسبة لهذون، عندي دو كولون، عندي هنايا زاد، زاد تساوي واحد ما تبدلتش، والتي تبدلت، إذا تساوي زاد، المجموعة الأولى تساوي زاد، زايد المجموعة هذه المجموعة الثانية. هذه خرجت تساوي زاد، والمجموعة الثانية واش لاحظوا؟ لاحظوا بلي هنا بالنسبة للأعمدة تغيروا، هذه المجموعة تحصر جميع الأعمدة في ربعة، هنايا هذه تبدلت، وهنايا بين هذه وهذه هاي تبدلت، وبين هذه وهذه هذه هاي تبدلت، يعني خلاص تبدلوا الحر. نشوف من جهة الأسطر هنايا الآن في المجموعة هذه، شوف من جهة الأسطر واش عندي؟ عندي إكس ثابتة، إيكراك تبدلت، صافي ترجع إكس، زايد إكس، زايد نروح للمجموعة الوسطانية هذه فيها ربعة، نشوف الأسطر، هادو الأسطر اثنين، واش نلقى؟ نلقى إكس تبدلت وإكراك ما تبدلتش، دونك إكراك، نلاحظو إكس تبدلت إكراك ما تبدلتش، صافي هاي إكراك، ضرب، ضرب الجهة الثانية، العمودين هذون. لاحظوا بلي زاد هاي تبدلت، والتي ما تبدلش، صافي فوا تي، زايد المجموعة الرابعة اللي فيها الزوايا. نشوفوا السطرين هذون، السطرين هذون هنايا اكس تبدلت واكراك ما تبدلتش بصح بالصفر، صافي تكتب اكراك بار ضرب العمودين هذون. واش لاحظوا؟ لاحظوا زاد هنايا صفر هنايا واحد تبدلت، والتي ما تبدلتش، قاد صفر، صافي
تكتب تي بار مسكوب صفر. هذه الا احنا خرجنا القيمه نتاعها مختزله. نروحو نكتبو بي توجور اكس ايغريك زد تي صفر صفر واحد صفر صفر واحد. هنايا هنا لقينا المثال تاع انه كتبت عندي فونكسيون انكومبليت ولا طابلو كارنو انكومبليت. انكومبلي يعني لازم نزيد الاصفار الاكس هذيك، والاكس هذيك ناخذها حسب القيم صفر ولا واحد. الان نروح للمتغير الثاني ولا المخرج الثاني اللي هو بي. بي وش عندي؟ عندي واحد 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 اربعة واحد. صافي هنايا نكتب واحد 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 من ثلاثة اربعة. ومن بعد عندي واحد صفر صفر واحد واحد صفر صفر واحد واحد صفر صفر واحد. ومن بعد واحد 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 واحد. الباقي اكس. إذن كيفاه راح ناخذ المجموعة؟ هذه منا صفر عندي فيها مشكل. صافي هذه أولا هذا مجموعة، هذه مجموعة، وهذه المجموعة فيها واحد 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 واحد. ناخذها مع هذه المجموعة. طبعا هنا تقاطع عادي، المجموعات تقاطع عادي مش مشكل يعني. يبقى لي هذا الواحد وهذا الواحد. هنا هذو زوج هذو ربعة، هاو فيهم اكس نقدر ندير ربعة. طبعا هذه المجموعة عليها زدتها الاكس ديجا مخذيتها، والواحد دا خذيت والواحد دا خذيت، ومعناها هذه المجموعة درتها من اجل هذا برك، من اجل هذا الواحد. وهذه نفسها هنا هذا الواحد من اجل هذا الواحد، رحت عاودت هذا وعاودت هذا وعاودت هذا. علاه؟ لانه هذا الواحد كان ديه وحده راح يعود مازال عندي اختزال. اذا نكتب المعادله تاعي بي تساوي الربعه هذه، الربعه هذه عندي اكس زائد الربعه هذه تاع لالين هذا مع لالين هذا. عندي اكس تبدلت ايغريك، صافي ايغريك بار. طبعا مش نشوف جهة الأعمدة عليه، لأنه مادام بدلوا على ربعة صافي راهم بدلوا المتغيرين في زوج بدلوا. ماشي هنا خلاص، هنا خلاص فهمناها. هنا الآن تبقى لي هاد لالين، هاد الكولون هنا فيها ربعة صافي، هاد بدلوا مباشرة. نروح نشوف زد تي تساوي زد بار تي بار زد بار تي بار، وهذا العمود فيه زد تي لأنه واحد واحد زد تي. إذا شحال عندي مجموعة؟ عندي واحدة زوج ثلاثة أربعة، واحد زوج ثلاثة أربعة. نروح سي نكتبو الجدول تاع سي، نخدمو سي وندير ونوقف الفيديو. من بعد رايح نعطيكم في الفيديو الثاني مباشرة نعطيكم الدوال لفونكسيون مختزلين باقية، وحاولوا انتوما تخرجوهم من بعد تخرجوهم لرواحكم. علاه؟ لان الفيديو اذا تبعته بالشكل هذا راح يعود طويل ويدي لي وقت. اذا عندي اكس ايغريك زد تي سي، عندي واحد واحد صفر واحد 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 صفر واحد، ومن بعد واحد 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 واحد، الباقي كامل واحد 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 واحد. هنا اكس 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 اكس. إذن عندي هنا دالة هذه، مادام هذا الصفر هو اللي دارنا إشكالية، صافي راح ندير هذه مجموعة، ورايح ندير هذه مجموعة، واش تبقى لي هذه؟ تبقى لي هنا هذون ثلاثة ما يجوش، ما يجوش مع هذون ستة،
صافي راح ناخذ هذه مجموعه فيها 4 وناخذ هذه مجموعه فيها 4. هاني خديت جمع المجموعات، معناها السي مباشره وشحال تساوي المجموعه هذه فيها اكس زائد المجموعه هذه فيها ايغريك زائد المجموعه هذه فيها زد بار زائد المجموعه هذه فيها تي. نتوقف هنا، وفي الفيديو الثاني الجزء الثاني راح تلقاو المعادلات كاملين واجدين، وندخل نكمل الساعه الشكل، وحاولوا انتم تكملوا الباقي، معناها كي تلقاو المعادلات واجدين انتم تروحوا تتاكدوا منهم، تشوفوا الدي والاو والاف والجي وتتاكدوا من العمليات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.